بعد الفيديوهات ما انتشرت برضو على السوشيال ميديا والناس ابتدت تعمل هاشتاجات والناس ابتدت تغضب وتتضايق وحالة الخوف والذعر اللي كانت موجودة في اسكندرية بشكل كبير، أغلقت حملة من إدارات حي وسط اسكندرية بالتنسيق مع مديرية الصحة مساء أمس، أغلقت هايبر كارفور وعدد من المحال التجارية بمركز سيتي سنتر. بعض المحلات، مش المحلات كلها في كارفور سيتي سنتر، ابتدت ان هم يغلقوها. الحي اللي موجود او المول اللي موجود في محرم بيه كمان اغلقت حمله مماثله من حي المنتزه اول اليوم فرع اخر لهايبر كارفور بمركز سيتي لايت التجاري بمنطقه السيوف بطريق مصطفى كامل. وايضا تاني حملات اغلاق المركزين، حملات اللي طلعت بتاعه وزارة اللي هي كانت بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة العامة اللي أنا لسه قايلها لكم، الحملتين دول ما خرجوش منهم لنفسهم كده عشان خاطر ده الطبيعي إن في دلوقتي حملة خارجة من المحافظة أو من الحي بالتنسيق مع الوزارات عشان خاطر موضوع الإصابات، أو إن مثلا يسمح الله إن اسكندرية من أول المحافظات اللي عدد الإصابات فيها بقى رقم واحد. لا 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 خالص، زي ما بقول لكم عشان خاطر حالة الانتشار اللي خرجت بسبب غضب الناس وبسبب عدم التزام، يعني اللي تقلك ان احنا اغلقنا الاماكن دي عشان هما ما كانوش ملتزمين بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لكن خالص مش عشان تقاعس هذه الادارات في اداء عملها.